ده حمادة وده حمادة تاني خالص. حمادة الأولاني ساكن في الدقي، حمادة التاني ساكن في الدقي برضو. حمادة الأولاني حس بسخونة وصداع وجسم وجعه، حمادة التاني حس برضو بسخونة وصداع وجسم وجعه. حمادة الأولاني كلم الدكتور لقى تليفونه مقفول، فكلم العيادة لقاهم مش بيردوا، فبعت لهم على الواتساب قالوا له أول معاد تقدر تحجز فيه بعد أسبوع. حمادة الأولاني فضل مستني عشان يروح يكشف. وسط ما احنا بنحكي كل ده، حمادة التاني كان دخل على الأبليكيشن دكتور زيلب وكشف أونلاين وخد العلاج وجابه وبقى أحسن. دكتور زيلب، اكشف وانت في مكانك.